في القرن الماضي شاع لجوء كثيرين من بين الوجهاء وكبار المسؤولين والتجار والأغنياء والفقراء أيضا إلى الاستعانة بالسحر والسحرة للحفاظ على المال والجاه والمنصب أو للحصول على حظوة لدى هذا المسؤول أو ذاك أو للخروج من دائرة الفاقة. صحيح أن الظاهرة ليست جديدة، صحيح أيضا أنها ليست قصرا على مجتمع دون آخر، ولكن الأمور كانت تحظى بكتمان غريب. الكل يعلم بها وكثيرون يلجؤون إلى التمائم والتعاويذ والحروز، ولكن الجميع يتفقون على الإبقاء على ذلك في نطاق زاوية الظل التي تخفي أشياء كثيرة. وطبيعي أن يحتل المشعوذون والسحرة ومن يدعون الخوارق موقعا محوريا في حياة كثير من الناس، يستشارون ويعمل بآرائهم وتتبع نصائحهم. وكثيرا ما تملك الواحد من أولئك السحرة أو المشعوذين زمام حياة أناس كثيرين. في أواسط ثمانينيات القرن الماضي كانت لدى مسؤول في أحد الأقاليم البعيدة عن الرباط زوجة من طينة تلك النساء اللواتي تستعن بالسحرة والعرافين لتوجيه دفة حياتها الأسرية، ولكن أيضا للحفاظ على تلك المكانة الرفيعة التي يحتلها الزوج والتي تضمن لها مكانتها بين سيدات المجتمع في ذلك الإقليم بل وخارجه. لم يكن الزوج المسؤول الرفيع يعلم بذلك، ولعله كان لا يريد أن يعلم. كانت تلك الزوجة المهووسة بالحفاظ على مكانتها، وهي بالمناسبة زوجته الثانية، لا تتردد في أن تحشو الحزام الجلدي لزوجها بأصناف مختلفة من التمائم المواشاة بطلسمات شتى، منها ما يحفظ من العين، ومنها ما يجلب القبول، ومنها ما يعطيه تلك الهيبة التي يحتاج إليها، ومنها تلك التي تمكنه من أن ينال الحظوة لدى الوزير. لم تكن السيدة لتبخل على نفسها، وكانت تتسلح بكل تلك القلادات المحشوة بالتمائم والتي تجعل زوجها يهيم في حبها ولا يرفض لها طلبا. هي تعتقد جازمة أنها ما كانت لتحصل عليه زوجا لولا التمائم والبخور والحروز. ذات يوم من أيام فبراير الباردة من العام 88 تلقى اتصالا هاتفيا من الرباط. في الجانب الآخر من الخط كانت كاتبة الوزير تنقل إليه تعليمات عاجلة، عليه أن يحضر في الغد إلى مكتب الوزير حاملا معه ملفا يهم الإقليم الذي يتولى به المسؤولية. زمنها في مثل تلك الظروف المناخية يستغرق السفر إلى الرباط 10 ساعات. أبلغ زوجته بهذا السفر المستعجل، هيأت له حقيبته وانطلق بعد ساعة يقود سيارته بنفسه، إذ لم يكن لديه متسع من الوقت لانتظار السائق. بعد 3 ساعات توصل باتصال على جهاز اللاسلكي. كانت المتصلة مرة أخرى كاتبة الوزير تبلغه بأن الموعد تأجل وأن عليه أن يحضر في الأسبوع المقبل، ومعه ملف آخر يتعين تدارسه في الرباط. لم يكن أمامه من خيار سوى العودة إلى مدينته، وقد وصل في حدود 4 فجرا. وكان صاحبنا قد درج على عدم إزعاج زوجته الجميلة حين يعود متأخرا إلى مقر إقامته. كان كل الأعوان قد آووا إلى فرشهم، وكان له جناح في تلك الإقامة لا تدخله سوى الخادمة الخاصة بزوجته، وكانت هي الأخرى قد آوت إلى غرفتها. فتح الباب دون أن يحدث صوتا لما دنا من فراشه مهتديا بالضوء الخافت القادم من الممر. فوجئ بأن زوجته الجميلة ليست وحيدة في فراشها، كان معها رجل لم يسبق له أن رآه. كانت صدمته قوية، شلت قدرته على الحركة والكلام 3 ثوان، ثم فكر أن يأتي من مكتبه بمسدس يفرغ ما به من طلقات في رأس الزوجة الخائنة وعشيقها، ثم بدأ يفكر في الذي سيحدث بعد أن يقتلهما. كان صاحبنا متمسكا بمنصبه، بل إنه كان يطمح إلى ترقية وشيكة في السلم الإداري جاءته بشارتها قبل 4 أسابيع. كان يسائل نفسه، هل تستحق تلك التي خانته أن يضحي بمساره الإداري الحافل؟ هل يضحي بكل ذلك وتصير قصته حديث المجالس يدلي فيها برأيه كل من هب ودب؟
كان شيئا ما بداخله يدفعه إلى التريث، ولكن تباشير الصباح كانت آتية، وربما نهضت الخائنة والعشيق من نومهما ومحى كل أثر للخيانة. كانت الأفكار والسيناريوهات تتدافع في مخيلته، ما الذي سيفعل؟ من مكتبه في مقر إقامته اتصل برئيس الأمن الإقليمي، كانت تربطه به علاقة ود واحترام عدا العلاقة الوظيفية. وقد حسب رئيس الأمن الإقليمي أن المسؤول ربما يريد أن يبحث معه قضية طارئة. في حدود 5 صباحا وصل المسؤول الأمني إلى الإقامة، وجده في الانتظار، وسريعا أدخله مكتبه وطلب منه أن يخفض صوته. كان رئيس الأمن الإقليمي ينظر إليه بنوع من الترقب الممزوج بالاستغراب، ثم ازداد استغرابه لما انهار الرجل باكيا. ظل صامتا ينظر إليه، ثم بعد لحظات كفكف المسؤول الكبير دموعه، استرجع أنفاسه، ثم تكلم أخيرا. في مقدمة كلامه ندب حظه الذي أوقعه في حب تلك التي وصفها بالباغية، تلك التي تزوجها وجعل منها سيدة مجتمع مرموقة، ثم كافأت حبه ووفاءه بأن خانته. لم يترك مجالا لرئيس الأمن الإقليمي ليتساءل، قال إن الخيانة قائمة في غرفة نومه. أمسك بيده وقاده إلى الغرفة، فتح الباب بحذر ثم انجلى المشهد. كان عاريين على الفراش. أغلق الباب وعاد إلى المكتب. سأل العميد الإقليمي عما يمكن القيام به. كان رئيس الأمن الإقليمي رجلا معروفا باجتناب الاندفاع. أطرق يفكر، ورأى أنه بالإمكان القيام بكل ما يتعين القيام به وبسرية تامة. قال إنه سيقوم بتصويرهما في الوضع الذي هما عليه، ثم سيتظاهر بالقبض عليهما ويراقب ردة فعلها. كان الغرض أن تدفع إلى القبول بحل ودي، وأن تخرج من حياته دون مشاكل. وافق الزوج على هذا التصور الذي سيخلصه من المشكلة دون إثارة ضجة. اتصل رئيس الأمن الإقليمي بأحد مساعديه وطلب منه الحضور فورا برفقة مصور من فرقة مسرح الجريمة لمهمة سرية للغاية. بعد ربع ساعة دون إحداث أي صوت، بأقدام حافية تسللوا إلى غرفة النوم. كانت المرأة هناك إلى جانب عشيقها. أخذ المصور موقعه وضغط على الزر، أومض ضوء الفلاش. استيقظ العشيق مذعورا، ثم أعمت نظره ومضة أخرى من الفلاش، ثم هبت المرأة. كانت مذعورة ومذهولة، حاولت أن تجر غطاء لتستتر. كان المصور قد التقط ما يكفي من الصور لتكون دليل إثبات لفعل الخيانة الزوجية. ما أن تبينت المرأة وجه زوجها بين تلك الوجوه التي اقتحمت غرفة النوم حتى ارتمت على قدميه تقبلهما. نظر إليها من أعلى قامته، ثم انصرف بينما قام الضابط الحاضر بتصفيضها وتصفيض عشيقها. جيء بهما إلى المكتب، وبدأ رئيس الأمن الإقليمي يملي على الضابط محضر معاينة خيانة زوجية. كان الزوج ممسكا عن كل كلام، وكان العميد الإقليمي يتعمد إسماعهما تلك الأرقام التي تحيل على فصول في القانون، مع التشديد على ما تتضمنه من عقوبات. كان ذلك في جملة الخطة التي اعتمدها لمعالجة الموضوع. انخرطت المرأة في البكاء، كانت تطلب الصفح من زوجها المخدوع. قالت إنها تقبل بالخروج من حياته وبالكيفية التي يريد. كان ذاك ما يبغيه الزوج، كان كل ما تريده أن يظل ما حدث طي الكتمان. ومع أن ما قالته المرأة مثل الهدف المنشود، فإن العميد واصل استجواب عشيقها وبحضورها. قال هي التي دعته إلى فراشها، وإنه يستجيب لكل تلك النساء اللواتي هن من مستواها. في منتصف ذلك اليوم بوشرت مسطرة تطليق المرأة التي أقرت بأنها ضبطت متلبسة بالخيانة الزوجية.
البحث الذي أجراه العميد مع ذاك العشيق كشف عن أنه يدعي السحر والخوارق وقضاء حوائج الراغبين في الجاه والمال والقبول. اعترف بأنه كان يوحي إلى الواحدة منهن بأن حوائجها لن تقضى إلا بمضاجعة الجني القائم على قضاء تلك الحوائج. كان يقول إنه وكيل ذلك الجني.